هذه التهنئة للشاب الخلوق رسام صالح برمس، وهي مقدمة من عزيز طيب وسليم برمس وصادق برمس بمناسبة الخطوبة ودخوله القفص الذهبي، فألف ألف مبروك. كلمات الشاعر أبو نوح الصعد. ألف مبروك ما يكفي مداده صدوره، في كتابه حروفه ما تكفيها الأقلام. تهنئة من صميم القلب واصدق شعوره، اجعل ربي يتمم فرحته كل الأيام. حصريا على قناة عدنان الرازي في مداد صدره.